وأجد عدد مناسب ليشترك في هذا الدرس وإلا فلا فلا لا يعني ملوش لازمة. أنت مهمك إنك تعرف إن الحديث إيه؟ صح الحديث وخلاص. اللي عايز كان في ناس بيسألون نتدارس مصطلح الحديث. طيب الوقت بقى زي ما بيقولوا مثل البلد في مصر للبلدي الميه هتكذب الايه؟ الغطاس. تعرف تاخد برضه ده؟ طيب اذا كنت انت بتقول انا غطاس ماهر او سباح ماهر طب يا عم دونك والبحر وريني هتعمل ايه؟ ممكن يحط رجله ويغرق خلاص؟ هنا بقى الميه هتكذب الغطاس يعني ايه؟ تحط الورقه مين اللي هيسجل اسمه؟ الورقه فاضي يبقى كلهم مش غطاسين يبقى كلهم مش ايه؟ مش غطاسين. المطلوب في رمضان اللحمة البسمة الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة لأن أنتوا كلكم عندكم سيارات ممكن واحد يقول الراجل ده مجنون إيه يدخل السيارات دلوقتي؟ مش عندكم سيارات؟ كلها قد إيه بتعمل لها تونر؟ وتغير لها الزيت وممكن توديها للميكانيكي يغير الكيبلز والحاجات دي كلها وممكن تغير التايرز مش كده؟ وممكن تغير الفرش وممكن لو ربنا موسع عليك شويه عايز تعيد طلاقها من الخارج والكانسر اللي ظهر فيها والبرومه زي ما بيسموها المصريين اللي هو الصدق ظهر فيها تشيله وتظبطه ربنا موسع عليك مش هتفضل سايبها لحد ما الكانسر ياكلها تبقى انت ماشي على الكراسي بس مش هسيب وممكن وانت فقير ومحتاجها ده ماشي يعني ماشي يبقى التنب بتاعت المسلم رمضان ومش مطلوب منك انك تعمل تنب لكل جسمك الا مره واحده في السنه وعلى مدار 30 يوم لو دخلت فتره الصيانه اللي هي شهر رمضان لو دخلتها مخلصا لله عز وجل والله لن تخرج منها الا مغفور الذنب. لكن لو دخلتها لانك مضطر ان تدخلها. انا لا استطيع ان افطر والناس صيام. يبقى في الحاله دي انت زي ما دخلت ممكن تخرج بمساوئ عملتها في رمضان ان الناس يظنونك صائما وانت لا زلت تتبع هواك. والله عز وجل يقول في سوره الكهف ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، يعني ايه فرطا؟ تعرف العقد؟ السبحه البيتس لما تمسكها وتقطعها كده ايه اللي يحصل؟ خلاص انفرطت هو امره كده ولا شيء بين شيئين الذكر ذكر الله والهوى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى ما فيش الا ذكر وهوى ذكر يعني قران وسنه هوى يعني من عندك انت بقى ان رمضان we need everybody one heart one body the best of talk the best of smile I want everybody that's just an example to zip up his mouth Try to imagine that you have a zipper on your mouth. Zip it up in Ramadan. So you don't talk. You need to talk good. Open up slightly, not all way. Slightly say what you want and zip it up back again. Minimize the word which comes out of your tongue. That means the heart will have enough chance to wash up itself and to refine if this is correct expression تكرير يعني ولا ترشيح يعني يا if you have some dirty water and you put some filter so you get here purify to purify what's in the heart like a tune-up if you have a car you go to make the tune-up once let's say once a year you change the spark plugs You change the cables, you maybe change
the interior, if you are rich, you maybe repaint the whole car, you get rid of the cancer, not to let allow it to spread in the body of your car. It's up to you. So Ramadan is a month of tune-up. If you don't do the tune-up in good time, or change the oil in the proper after the, a certain time, you expose your engine to have a breakdown. Because the oil inside the engine will lose the viscosity. And once the engine will lose the viscosity, so the fraction will be too high. So the cylinders will be collapsing and become surface of it, instead of being very smooth, it will turn tough. And if it turns tough, then the oil will sneak out or leak and go with the gas. So kiss your motor, kiss your engine goodbye. You will see smoke behind you when you drive on. You need the tune-up. And if you enter Ramadan with sincerity, by the will of Allah, by the will of Allah, you will end up on day of Eid purified from any bad habit like smoking. If you stop smoking during the war, if you stop backbiting during the war, if you stop even telling a nice story about one another, don't. Because nice story, maybe the guy in front of you will say, what's this? I know about them, this bad story. So you will listen, you fall in sinful deed. And finally, وأخيرا أريد أن أنبه جميع المسلمين إلى أمر أرجو أن يكونوا منتبهين إليه. إن أوامر رمضان ليست من قبيل الفجر إلى المغرب. أوامر رمضان من قبيل فجر أول ليلة في رمضان إلى فجر العيد. إلى فجر العيد. ليلة نهار أنت لازلت في رمضان. ما تصومش طول النهار؟ أيوه ما تتكلمش. ما تعملش أي حاجة خالص وحشة. وساعة ما الأذان يأذن حتى قبل ما تشرب تروح تولع سيجارة. يبقى ماذا صنع لك يوم نهار رمضان؟ لم تستفد بصوم نهار رمضان في ليل رمضان، لم تستفد. خرجت صفرا. ولعلمك انك لو عدت بعد الافطار لما امسكت عنه من المحرمات الاصليه، لان المحرمات نوعين، محرمات اصليه ومحرمات يعني مؤقته لأمور تشريعية. فمثلا محرم عليك الزنا إطلاقا، مظبوط؟ ثم تحرم عليك امرأتك الحلال في نهار رمضان، هذا تحريم مؤقت. حلال لك الطعام والشراب إطلاقا، ولكنه يحرم عليك الطعام والشراب بغير عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أو نسيان في نهار رمضان، يحرم عليك. فسبحان الذي يحرم ويحلل كيفما شاء، هو الملك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المقصود أنك تنوي من الآن، اللهم بلغني رمضان وأعدك أن أعيش رمضان على نهج نبيك صلى الله عليه وسلم. ما يبقاش بعد الفطار، وبعد ما افطرت مثلا في المسجد، اذا كنتم بتعملوا فطار مجمع في المسجد او لا، لا ادري. او افطرت مع اهلك وحمدتم الله على الافطار بعد الجوع والعطش، وحمدتم الله على غض البصر وعن امساك اللسان وعن اصابه الاذن بصمم مؤقت فلا تسمع اللغو، وبدأت تقرأ القرآن، فما تفطر حتى تفتح التلفاز وتنظر إلى المسلسلات
والتمثيليات وتعود إلى الأغاني وتعود إلى الرقص و فلنتقي الله. رمضان كله يجب أن يكون طاعة، إن فعلت فيه كل الفرائض والله خير وبركة، وإن أمسكت فيه عن كل المحرمات طيلة اليوم من الفجر إلى من فجر أول ليلة إلى نهاية آخر ليلة. ومن العلماء من مده حتى تدفع زكاة الفطر، حتى تسلم زكاة الفطر للناس، فأنت لازلت في آثار رمضان. ومنهم من قال حتى تنقضي صلاة العيد. ثم بعد ذلك بعد ما أمسكت لسانك 30 يوم هترجع تطلقه تاني؟ من عاد بعد رمضان إلى سوء عمله قبل رمضان فليعلم أن رمضان قد رد عليه خلاص. وكذلك من كان في الحج، من ذهب فحج وأخلص في الحج ثم عاد إلى ما كان عليه قبل أن يسافر للحج فليعلم أن حجه قد استغنى عنه الله، لأنهم استغنوا عن الخلق القويم في موسم الحج، فاستغنوا واستغنى الله والله غني حميد. هكذا معاذ، استغنيت عن حسن السلوك في رمضان بعد رمضان، أنت استغنيت والله سيستغني، وسنرى من الغني يوم القيامة، وسنرى من الأعلى، أنت أم هو. إذن أنصح نفسي قبل أي منكم، وأنصح أهلي قبل أهلكم، وكلكم أهلي، وأنصح الناس جميعا، هلا نوينا مع الله رمضان جديد من كل شيء، والله لو أخلصنا لأصبحنا جارية جديدة أو معظمنا غلب خيرها على شر القليل منها. يبقى بعد رمضان يبقى ناس تانية خالص، ناس تحب الخير ولا تتكلم، واعتدت 30 سنة انها 30 شهر 30 يوم انها ساكتة، فهتفضل كده على الاقل على الاقل 3-4-5 اشهر كمان على ما يزول اثر رمضان باللمم من الذنوب، لان اللمم من الذنوب بتسود القلب تدريجيا. لمم ولم يستغفر، لمم 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 لمم. انظروا الى هذه الصفحة البيضاء، هل أصبحت بيضاء؟ أصبح عليها علامات، وهنا علامة وهنا علامة، وغدا علامة وغدا نكتة وغدا نكتة أخرى، والعبد لا يستغفر ويتكاسل في صلاة الجماعة ويتكاسل في صلوات التطوع، ها؟ فتجتمع فيصير القلب كالكوز المجخم، هذا كوز مجخم يعني مقلوب أو مجخم، لا تستطيع أن تشرب فيه وهو هكذا، تستطيع؟ لا تستطيع. تقدر تحط فيه أي سائل هو بهذه الصورة؟ تقدر تحط فيه أي خل؟ لا، لا بد أن يكون مستويا على النهج الصحيح ليأخذ الخير فتنال أنت من الخير. فإن كان كالجوز كالكوز مجخيا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسود مرباد، مرباد يعني أسود جدا، يبقى أنت لازم تحرص على أن هذا رمضان ما يدريك أن تعيش رمضان أصلا، ما يدريك. من منكم سيعيش رمضان؟ أنا أرجو فقط أن يحسن ختام الليل. فمن منا يملك رمضان أن يعيش لرمضان؟ إذن أنت تملك، نعم أن تعيش إلى رمضان وإلى يوم الساعة، أن تنوي بإخلاص الليل الآن، انوي بإخلاص الآن، فإن جاءتك المنية فهنيئا لك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت هاجرت الليلة الآن، نويت أن تهاجر إلى الله في رمضان وتهاجر إلى هدي رسول الله في رمضان وتستمسك بذلك، ثم وافتك المنية، والله حسن الختام، لأن هذه إنما الأعمال بالخواتيم. إن كان هذا آخر شيء وأنت نايم كده، يا رب نويت لك رمضانا طاهرا مباركا فأعني، ولا تكل نفسك إلى نفسك، كلها إلى مولاه، قل يا رب أعني، ولكن هذا ما في قلبي. فإن أصبحت الحمد لله جدد النية مرة أخرى حتى تدرك رمضان، ولعلك تدرك منه يوما أو بعض يوم، ولعلك لا تدرك. فلنتق الله ولنرجع إلى الله ولنتوب إلى الله، وما أنتم عليه مصطلحون هو خير لكم. تستطيع أن تدخلوا في دائرة أكبر يكون كلها مصطلحون على أمر ما، فذلك أيضا خير، وإن خالف أمر مكة نفسها. للحديث الذي رويناه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، يعني إن كان بلد لها مطلع وأنت لك مطلع، يعني إيه مطلع؟ يعني مكان يطلع منه القمر في أول مرة، القمر الجديد. هذا قاعدة تسمى اتحاد المطالع واختلاف المطالع. فكيف تختلف المطالع وكيف تتحد المطالع؟ اليمن كلها متحدة المطلع، مصر كلها متحدة المطلع، السعودية كلها لأنها تحت أمير واحد متحدة المطلع، اليمن وحضرموت وعدن والشارقة وقطر والبحرين والكويت والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا والصومال، كل هؤلاء مختلف المطار، كل واحدة لها مطلع. ولكن إن اتفقوا على الرؤية بين المغرب من هذه الليلة وقبيل فجر الليلة الأخرى، قبيل الفجر الذي يليه، إذن هم كلهم اتحدوا في المطلع. وإن تأخر كل واحد عن الآخر ربع ساعة أو نص ساعة أو ساعة، لا زالوا بين المغرب وقبيل الفجر، من رآه بعد الفجر فلا يعتد برؤيته، إلا أنه أجمع قومه على أن يكون مع كل الأرض التي في شرقه. ولكن للأسف الدول العربية، هذه مملكة وهذه مملكة وهذه مملكة وهذه إمارة وهذه جمهورية، يختلف في أمور السياسة فيدس الدين في المنتصف ليظل مفترقين. كيف مثلا تكون مصر غضبانة من السعودية مثلا، ليس من الأسباب، ثم إذا أعلنت السعودية رمضان غدا لا والله ما احنا معاهم، يا الله احنا الوحيد، وهكذا. ولكن لو كانوا كلهم على قلب رجل واحد لصاموا جميعا ولا أفطروا جميعا، ولا يضايق أبدا أن يأتيك كتابي أو كافر فيقول أنتم لا تصومون في يوم واحد ونحن معاشر النصارى أو نحو ذلك نصوم في يوم واحد. هو كذا مرة ثانية. المرة الأولى أنه قال أننا لا نصوم معا وهو لا يفهم ديننا، هناك اختلاف المطالع، وأقر به العلماء وأقر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه وأقروا، فما وسعهم يسعنا، وهذا ديننا وليس دينك أنت، ما شأنك أنت. هذه واحدة. الثانية أنه يقول أنهم يصومون يوما واحدا وقد كذب أيضا، فالكاثوليك طوائف لا يصومون مرة واحدة، والبروتستانت طوائف، والأرثوذكس طوائف، والبابتست طوائف،
تحافظ عليها واجعل هذا الشهر أجمل شهر يمر عليك، عشان لو خلصته وخرجت منه نقي من الذنوب أنا واثق أنك لن تفرط بعد ذلك. اللي ترك السيجارة للنهار 30 يوم خلاص تخلص منها في دم، خلاص أصبح سهل عليه الضرر أنه هو يتركها بعد ذلك. وكذلك سائر الأعمال اللي دايما يدخل على الإنترنت عشان ينظر، يسيبها 30 يوم وصام وقام ونام وقرأ قرآن، يا سلام انبسط تلاقيه خرج نادم من رمضان ويقلع عن هذه العادة السمينة. واللي ظلم أهله أو مراته أو عياله وأراد أن يدخل رمضان بإخلاص، طهر اصطلح، مش عايز تصطلح يعني مش عايز ترجع لهذه المرة، أدي لها حقها، أطلق صراحة فلا تعلقها فيعلق الله عملك. وأنا لن أكون معكم في شهر شعبان، لكن عندكم من طلبة العلم الكثيرون، المهم عندكم الكثيرون من طلبة العلم، المهم أن ليلة المنتصف من شعبان ليس فيها صلاة مخصوصة ولا صوم مخصوص ولا أي شيء، إلا أن الله ينظر إلى أعمال العباد سائر العام في هذه الليلة، فمن وجدهم على خير غفر لهم جميعا، ومن وإذا وجد متشاحنان قال أنظرا هذا، يبقى المغفرة لك هتتأخر، مفيش نعم حتى يصطلح. نعم، فلو مثلا في راجل أو امرأة نشزت عن زوجها اصطلح قبل منتصف شعبان وتعطيه حقه، وإذا كان رجل قد علق امرأة أطلقها، هذا ما عاد لك فيها حاجة، أطلقها لوجه الله وأدي إليها حقوقها. حارب أولادك، ارجع إلى أولادك، اجعلهم يشعرون بك وبأبوتك وبحنانك، لمن تتركهم؟ من يحملهم يوم العيد؟ من يشتري لهم ثياب يوم العيد؟ من يقبلهم يوم العيد؟ والله أنا لا أنسى أمر مر بي أنا شخصيا، لا أنساه أبدا ولم أستطع أن أكرره بعد ذلك، مع فرحتي الغامرة به لم أستطع أن أكرره للسبب الذي سأقوله. دلوني على ملجأ الأيتام تحت سن الرابعة، فأردت أن أذهب لأزورهم وأخذ لهم بعض الحلوى، من 30 سنة أو 27 سنة، فدخلت وجدت نظيف، كنت عايز أطمن على أحوالي، إني كنت نشط في العلاقات الاجتماعية مع الناس، يعني لو مريت على أي دكان في مدينتي، مدينة المنصور، أقول له أعطني عشان ملجا الأيتام، ماذا تريد؟ كم تريد؟ على طول، محدش كان يقول لي لا، فكنت أجمع هذا المال وأشتري به، وكان نيتي أن أشتري ثياب وأشتري أحذية وأشتري لعب وأشتري يعني فواكه من اللي ما بياكلوهاش. فذهبت فقبلتني المشرفة، قلت لها أريد زيارة الأطفال، وما كنت زرت أطفالي أيتام من قبل، يعني هذا الكم طبعا بزرت اللي في العيلة دي ولا اللي في العيلة دي. فدخلت العنبر فهو مثل حجم هذا المسجد أو أقل قليل، يعني مثلا زي قاعدة نساء، مملوء بالأسرة في كل سرير، أسرة نظيفة والمكان نظيف كل سرير طفعة. فقلت لهم قلت فتحت الباب قلت لها إنهم نائمون، قالت لا عليك، وفاجأتني بما فعلت، أضاءت النور ثم قالت يا أولاد بابا جه، انظر إلى الأطفال لما قفزوا من الأسرة كلهم، 50 طفل يقفزوا من الأسرة ويتقفزوا من فوق السرير اللي يقدر ينط ليتعلقوا في رقبتي ويتعلقوا في ثيابي، وعلى كلمة واحدة شلني يا بابا. وأما اليتيم فلا تقهر، إياك واليتيم،
ولو حاسس عندك غلظه ما بتطيعش ربنا دور على اي يتيم في الكوميونتي وامسح على راسه وتودد اليه. انا والله كنت ما استطيع ان اقف على قدمي. كل يكذب فيها شيلني شيلني يا بابا شيلني يا بابا، واللي يقول انت اتاخرت ليه يا بابا؟ هو مش عارف ابوه اصلا. هو مش عارف ابوه. فبدات اوزع عليهم تفاحات. اعطي الولد التفاح. فاذا ذهبت الذي يليه اجد الولد صرخ. استدير. لما صرخ؟ المشرفه بتاخد التفاح منه. تقول له صحيح هياكل حتى والمؤمن. انت مالك؟ انت مالك؟ ما ياكلوا حتى والمؤمن. انت مالك انت؟ تاخدها ليه؟ عشان تاخدها لعيالك. هتلم 50 تفاحه وتاخدها، هتقطع لهم 5 تفاحات شرايح كل واحد شريحه صغيره، ها؟ وتاخد ايه الباقي لاولاده ويمشي، محدش يقول اي حاجه. لكن للمنظر والاطفال بيتقافزوا عشان نفسهم حد يشيلهم، نفسهم حد يبوسهم، نفسهم حد يطبطب عليهم، نفسهم حد يجري معاهم في الشارع يلعبهم. مش عيب ابدا انك تاخد ابنك الصغير ها وتجري وانت تجري جنبه عشان تدخل السرور عليه، لكن لما انت يعني تهجر اولادك لمن تتركهم؟ الى بعيد الى بعيد يتجهمهم او الى عدو لهم ملكته امرهم. ملكته امرهم. ايها الناس، اليتيم اليتيم في رمضان وفي العيد. اليتيم في رمضان وفي العيد. من يعرف رجل هجر اولاده وهجر امراته قبل منتصف شعبان ادفعه دفع الى ان ينظف صفحته مع الله عز وجل. ومن تعرف واذا عرفت امراه نشزت عن زوجها فادفعها دفع الى ان تصطلح مع زوجها قبل المنتصف من شعبان. والا وقف كل شيء الى العام القادم، وهيهات ان تدري ان كنت ستعيش ام تموت ظالما. اقول يعني سمعتم ما قلته، وطبعا انا اترككم امانه في ايدي من هم قيم مني من اخوه العلم في هذا المسجد. اسال الله سبحانه وتعالى ان كان في العمر بقيه ان يجمعني بكم على الخير والأمن والسلام والوئام وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله بكرة